14 دقيقة لعبنا مشاهدينا فاضل منذ انطلاقة الشوط 0-0 الباراغواي الأرجنتين في نصف نهائي كوبا أمريكا 44. نذكر بأن نهاية المباراة في وقتها الرسمي بالتعادل يقودنا إلى ضربات الترجيح وليس إلى الوقت الإضافي في قوانين الكوبا أمريكا. المباراة النهائية فقط هي المعنية بالوقت الإضافي ثم ضربات الترجيح. أما باقي المباريات ربع النهائي والنصف النهائي نمر مباشرة إلى ضربات الترجيح، ليس هناك وقت إضافي بالنسبة إذا انتهت المباراة بالتعادل بين الفريقين. كرة في المخالفة لصالح ليو ميسي على الجهة اليمنى من مرمى الحارة جوستو فيار لصالح منتخب الأرجنتين ماركوس روخو اللي نال البطاقة الصفراء منذ حين، مثل ما نالها لوكاس بيليا ونالها كذلك فيكتور كاسيريس. ميسي في تنفيذ هذه المخالفة، دي ماريا يطلب العودة إلى أرضية الميدان بعد أن تلقى الإسعافات. ميسي جول 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 جول، نال البطاقة الصفراء وافتتح مجال التسجيل ماركوس روخو، يفتح مجال التسجيل عند الربع ساعة الأول من عمر المباراة. يا له من خطأ على مستوى دفاع منتخب الباراغواي، روخو يسجل ثاني أهدافه مع منتخب بلاده في 37 مباراة دولية مدافع نادي مانشستر يونايتد. خطأ فادح في دفاع منتخب الباراغواي، ممنوع تتلقى هدف بهذا الشكل من كرة ثابتة، دفاع كله متوقف. يأتي روخو من بيونس آيرس يستلم الكرة داخل منطقة العمليات ويسددها بيسرى ويسجل الهدف الأول لصالح منتخب الأرجنتين. روخو 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 للأرجنتين يفتح مجال التسجيل في الربع ساعة الأول من عمر المباراة أمام دفاع يتفرج وصل متأخرا. كراتك بالمليمتر يا ميسي، الحظ كان معك يا روخو. ثاني أهداف مع منتخب الأرجنتين في حياته، هدف مبكر، هدف مباغت، هدف يشعل المباراة ويخليها أمتع وأفضل. رجعت كرة للخلف لصالح وسط الميدان فيكتور كاسيريس، يلعب جانبا مع دا سيلفا، يصعد دا سيلفا، ماذا تفعل يا دا سيلفا من هناك؟ الكرة لصالح منتخب الباراغواي عن طريق اللاعب بنيتيز، تتوقع الكرة خطيرة بطريقة مغايرة تماما لما عاهدناه. إذا أول تغيير ديليس غونزاليس، يغادر رفقائه في الدقيقة 25 من عمر هذا الشوط الأول مضطرا بسبب الإصابة. هل حدث التغيير أم لا؟ نعم حدث التغيير في هذه اللحظات ودخل راؤول بوبادية. المهاجم آخر في تشكيلة منتخب الباراغواي بوبادية يأخذ مكانه لاعب نادي أوكسبورغ الألماني. بابا جول ثاني، هدف هدف مباغت لي وللجميع، غافير باستوري يضيف الثاني في الدقيقة 27. جول 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 يا غافير باستوري يضيف الهدف الثاني لصالح منتخب الأرجنتين. هل هو نفس سيناريو المباراة الأولى التي جمعت بين المنتخبين في الدور الأول؟ خافير باستوري يسجل فقط ثاني أهدافه مع منتخب الأرجنتين بعد هذه اللعبة من هناك، لم تكن وضعية تسلل تماما من بيليا، مررها مباشرة في وسط الميدان ناحية ليو، اطلبها باستوري توغل وسدد بيمناه كرة أرضية أمام دفاع أيضا يتفرج على لقطة على باستوري وهو يستلم ويتقدم ويسدد. جول ثاني للأرجنتين أمام الباراغواي في ظرف 27 دقيقة لعب، هدفان للأرجنتين أمام الباراغواي مقابل صفر. هدف مباغت ثاني غير متوقع تماما في اللحظات هذه التي مرت. ماذا يحدث لمنتخب الباراغواي؟ ماذا يحدث لك أيضا يا بومباردية في هذه اللقطة الماضية أم لسانتا كروز؟ آي 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 يا روكي سانتا كروز كذلك يبدو أنه متأثر بشد عضلي قد يحرمه من مواصلة المباراة. سيناريو غير متوقع تماما لمنتخب الباراغواي أنه يتلقى هدفين في سبع، ومتميز كذلك بخبرته وتجربته وعناده وإصراره وحسه الكروي رائع جدا. الكرة تلعب على الجهة اليسرى مباشرة مع أوتاماندي، ضاغطين اللاعبين تاع الباراغواي في محاولة للعودة في النتيجة الآن في هذه اللحظات. كرة في العمق يصعب المنتخب الباراغواي، وبابا خطيرة، وبابا جول جول جول، بومباردية يشعل المباراة من جديد ويعد ويسجل الهدف الأول. لوكاس باريوس هو الذي سجل هدفه الأول في هذه المباراة للباراغواي.
قلت لكم بأنه عنيد منتخب الباراغواي. يدرك الأرجنتين ذلك. لوكاس باريوس يسجل الهدف الأول لمنتخب الباراغواي في اللحظات الحاسمة واللازمة. خطأ فادح في دفاع الأرجنتين. لا يغفر باريوس، لا يغفر ولا يضيع كرة مثل هذه باليسرى. يسجل الهدف الأول للباراغواي. هذا هو الهدف الذي خلي المباراة مشتعلة في الشوط الثاني من عمرها. الأرجنتين لم تفز ولم تتأهل. الباراغواي لم يخسر ولم يقصى. تشيلي لم يعرف يتعرف على من سيواجه في المباراة النهائية. لحد الآن الشوط الأول سينتهي بهدفين لهدف واحد. رغم الظروف الصعبة اللي مر بها منتخب الباراغواي لم تخدمه المباراة تماما. هدف أول مباغت، ثم ثاني رائع، ثم طرد لاعبين، ثم خروج لاعبين اثنين بسبب الإصابة، روسكي سانتا كروز وكذلك روكيل ديليس غونزاليس، وعودة موفقة لمنتخب الباراغواي في اللحظات الأخيرة من عمر هذا الشوط الأول. هدفان مقابل هدف واحد صارت النتيجة. الدقيقة الأخيرة الآن من عمر الشوط الأول من عمر المباراة. الكرة تلعب في الأم غنبادية وصراع الجنوب. كرة ممتازة لصراع راس المنتخب الباراغواي عن طريق فالديس. برينو فالديس، برينو فالديس، التسديدة بعيدة تماما يا برينو، التسديدة بعيدة تماما يا برينو. الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول، هدفان لهدف واحد للأرجنتين. رخوة عندك غابير ماتشيرانو يتحول إلى مدافع أوسط ثالث في وسط دفاع منتخب الأرجنتين. لا تخاف، شوف وكأن عناصر منتخب الأرجنتين بالضغط المفروض عليهم صاروا لا يعرفون لعب الكرة، ولكن بالهجمات المعاكسة ينطلقوا هنا عن طريق بيليا يوصلها لياغويرو. الكرة لم تصل، يسترجع ليو ميسي، هيلة منه ليو ميسي. الكرة صعبة للأرجنتين. ليو 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 غابير باستوري بابا بالرابع. جول 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 يسجل الرابع للأرجنتين. ليو ميسي ينقذ الأرجنتين من محنة كبيرة. استرجع الكرة، انطلق ومرر. التسديدة الأولى صدها بيار، والثانية دي ماريا قال له لا 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 لا. أنخل دي ماريا يسجل الرابع، يسجل الخامس عشر في حياته. يا له من سيناريو غير متوقع تماما. ميسي 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 مرر من هناك لباستوري. الحارس صدها ودي ماريا قال له لا أنا موجود في القائمة الثانية ليسجل الهدف الرابع. ليو ميسي في الاسترجاع انطلق أمام ثلاث لاعبين، قاوم راوغ وحده، الكرة وحدها راوغت اللاعب، وباستوري ضربها في الحارس، ودي ماريا يسجل الرابع. يا له من سيناريو غير متوقع تماما. قلت لكم منذ حين بأنه محال النتيجة تبقى على حالها. يا إما الباراغواي يسجل أو الأرجواي يسجل. المغامرة كبيرة من الباراغوايين في بداية الشوط الثاني كلفتهم غالي. في ظرف 8 دقائق هدفان للأرجنتين. 4-1 صارت النتيجة. من التحق متأخرا بعد ما شاف نهاية الشوط وقلنا له بأن النتيجة صارت 4-1 لا يصدق أبدا، لا يصدق بأن الأرجنتين فعلتها ومتفوقة بأربع أهداف مقابل هدف واحد. الكرة باراغواينية هايلة من هناك الجهة اليمنى زاباليتا، الجهة اليسرى الرخو أوتامندي في وسط الدفاع رفقة ديميكليز. ماتشيرانو مع بيليا وباستوري. دي ماريا الجهة اليسرى، ليو ميسي الجهة اليمنى، وسيرجيو أغويرو رأس الحربة في الخط الأمامي لمنتخب الأرجنتين الذي يدربه تاتا ماريتينو في حين يدرب رامون دياز الأرجنتيني آخر منتخب الباراغواي. الضغط هنا على بابلو زاباليتا، يلعب في الوسط مع بيليا، وصل لميسي. ماتشيرانو خرج الكرة، راحت باستوري، انطلق صعب الأرجنتين. باستوري زاد في السرعة، هيدا خطيرة، دي ماريا جول جول جول. لعبة بلاي ستيشن هذه التمريرات، 4 تمريرات أخرجوا دي ماريا لوحده. الأرجنتين في الدقيقة الثانية يضيف الهدف الثالث. يا لها من لعبة، ويا لها من هدف، ويا لها من لقطة أرجنتينية في منتهى الروعة. الانطلاقة من الخط الخلفي، 6 تمريرات، 7 كانت في الشباك من دي ماريا. يسجل هدف 14 في 65 مباراة مع منتخب الأرجنتين. أعطيونا اللعبة من الخلف من بدايتها، من الاسترجاع إلى الانطلاقة، التمريرات المتتالية. انطلق باستوري ومرر لدي ماريا الهدف الثالث للأرجنتين. يريد أن يقتل المباراة. 1-2-3-4، 5 في الشباك، 5 تمريرات أمام فريق باراغواياني، وكأنه يتفرج على الأرجنتين وهو يلعب هذه الكرة
الكرات البينية الرائعة جدا. هدف يعيد المعنويات المرتفعة لعناصر منتخب الأرجنتين عن طريق اللاعب دي ماريا. وجد نفسه على الجهة اليسرى وجها لوجه أمام الحارس جوستو فيار، حتى على يساره 3-1 صارت النتيجة. أول أهداف دي ماريا في الكوبا أمريكا هذه، والهدف الرابع عشر لدي ماريا في مشواره الكروي في 65 مباراة دولية مع منتخب الأرجنتين. هل ماتت المباراة؟ هل قتلها دي ماريا وقتلها الأرجنتين في بدايتها في مهدها أم لا؟ ننتظر لنرى. 3 دقائق منذ انطلاقة الشوط الثاني، 3-1 للأرجنتين أمام الباراغواي. كرة في التماس لصالح بابلو زاباليتا. دي ماريا يرجع تماما لجاغو، كرة صعبة للأرجنتين وصلت لليو، ليو مع جاغو، ليو يفضل دي ماريا من هناك على الجهة اليسرى، كرة صعبة للأرجنتين، دي ماريا طبها غويرو، أولو لو، جول 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 جول، فعل السحر غويرو وسجل هدفه أيضا، هو الهدف 29 لأغويرو مع منتخب الأرجنتين. هنا حان الوقت الخروج لأغويرو، هدف في منتهى الروعة، حطها لك فوق راسك أنخل دي ماريا المبدع والرائع والمتميز في مباراة اليوم. تميز ميسي وتميز باستوري وتميز بيليا وتميز أغويرو وتميز ماتشيرانو، أرجنتين اليوم مبدع فعلا. ميسي لدي ماريا، خرج أغويرو سبق المدافعين وسجل بالراس في يسرى الحارس جوستو فيار. 5-1 في النتيجة للأرجنتين أمام الباراغواي، غير متوقعة تماما النتيجة بهذا الشكل. الأرجنتين كان مرشح للفوز ولكن ليس بهذه النتيجة وليس بهذا الإبداع وهذا التميز وهذا التميز وهذا التألق. من يوقف الأرجنتين في المباراة النهائية؟ الشيلي أو 2 من الشيلي لن يقدروا على إيقاف الأرجنتين لو يلعب بمثل ما لعب اليوم. أغويرو يخرج في هذه اللحظات ويخلي مكانه لغونزالو إيغوين. كان الأرجنتين الذي نتوقعه ونحلم به ونتمنى أن نشاهده بكل هؤلاء النجوم، مش عارف إذا ممكن نقول على الأرجنتين بأنه فعلا هو واحد من أفضل المنتخبات، من أفضل 3 منتخبات اللي لم يكن أحسنهم. ليو ميسي فتونة يوبو بوبو جول جول جول، حتى إيغوين نال حظه وسجل السادس، حتى إيغوين سجل في مباراة اليوم مباشرة بعد دخوله هدفه 25 في مشواره. 6-1 صارت النتيجة للأرجنتين، كان يمكن أن تكون 3-3 وكان يمكن أن يكون أن تكون 9-1 للأرجنتين أمام الباراغواي. إيغوين يدخل وإيغوين يسجل والأرجنتين يبدع، رامون دياز يتفرج على منتخب بلاده وهو يعبث بدفاع الباراغواي ويمتعنا في مباراة لكرة القدم. من أروع ما يكون الأرجنتين أمام الباراغواي. في لحظات من لحظاتها كنا نعتقد بأن الباراغواي سيعود، ولكن كيف سيعود من أمام ميسي وإيغوين وأغويرو ودي ماريا وكذلك غافير ماتشيرانو وخافير باستوري وليو ميسي؟ نعم ليو ميسي كان مبدع اليوم، هو الذي استلم وهو الذي مرر وبعده جاء إيغوين، خرج خلف المدافعين مسجلا السادس. 6 أهداف مقابل هدف واحد للأرجنتين، قليل جدا.